تغطي المحيطات 70% من الكرة الأرضية. وتعيش في هذه المحيطات الزرقاء الواسعة كائنات متنوعة كثيرة ضمن ترتيب مدهش. وأحد هذه الكائنات الدلفين، صديق الإنسان المحبوب في البحر. الدلافين أذكى الحيوانات البحرية، فهي كائنات محببة وأليفة. خلقها الله وأحسن خلقها وتصميمها لتتلاءم مع الحياة. نحن نرى الدلافين أحيانا على سطح البحر، لكنها تبقى معظم وقتها في الأعماق، وذلك لتبحث عن طعامها في أماكن مظلمة تصعب فيها الرؤية. ورغم ذلك تبصر هذه الدلافين في هذه الأعماق المظلمة وبوضوح تام كما يبصر الإنسان في وضح النهار. كيف تتحقق هذه الرؤية لهذا الحيوان الأليف؟ لقد خلق الله تعالى للدلافين بتصميم إلهي رائع، نظاما معقدا جدا يؤمن لها إدراك طريقها من خلال موجات صوتية. وقد سمى العلماء هذا النظام بإيكولوكيشن، ويكمن سر هذا النظام في رأس الدلفين نفسه، إذ يعمل على إرشاده إلى ما يريد بيسر وسهولة. لندقق في هذا الرأس، إذ يحتل ثقب التنفس مكانا في القسم العلوي لرأس الدلفين. تحت هذا الثقب تماما يوجد كييسات مليئة بالهواء. أثناء مرور الهواء من هذه الكييسات تصدر الدلافين أصواتا عالية. هذه الأصوات تحول إلى الكييس المليء بالشحم في القسم الأمامي للرأس إلى موجات صوتية، ثم ترسل موجات الصوت هذه من خلال فواصل قصيرة. يعود صدى هذه الموجات من خلال الفواصل نفسها بعد اصطدامها بالأشياء المحيطة لتصغي إليها الدلافين باهتمام. تصل موجات الصوت أولا إلى القسم الموجود تحت الفك السفلي المسمى بنافذة إيكوستيك، وبعد نقلها للأذن الداخلية تعير من قبل الدماغ. والصدى الراجع من محيط الدلافين يعطيها معلومات مفصلة عن أبعاد المواد وأحجامها وحركاتها. على هذا الحال فالدلافين التي تتجول في مساحات واسعة تستعرض خريطة البحر أمامها بفضل هذا النظام الرائع وبكل يسر وسهولة. هذا النظام يعرف في الأوساط العلمية بنظام سونار، والدلافين تتصرف في عرض البحر من خلال هذا الجهاز المدهش المتقن، فتطلع على كل شيء وترى وكأنها في وضح النهار. إن وجود نظام تقني فائق متقن في جسم كائن من لحم ودم
بهذا الشكل البديع لهو دليل واضح على روعة خلق الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الغواصات الحديثة قد استخدمت هذا النظام في القرن العشرين، فإن الدلافين قد استخدمته منذ ملايين السنين. وعلى هذا فإنه من المحال أن ينشئ الدلافين بنفسه هذا النظام الفريد المتقن. هناك تفسير واحد فقط، إنه من صنع الله جل جلاله. والأمر يبدو مهما أكثر إذا علمنا أن هذا النظام لا تستخدمه الدلافين فقط من أجل إنارة الطريق والتعرف عليه، بل تستخدمه أيضا لهدف آخر، وهو اجتذاب الأسماك نحوها لاصطيادها بعد تدويخها. والطيور تستفيد من هذا السلاح الفتاك أيضا، فتقدم لها الدلافين خدمة كبرى، إذ يصبح صيدا سهلا لها، وهكذا يستفيد الاثنان. مهمة أخرى يقدمها هذا النظام للدلافين، فهو يستخدم كجهاز اتصال فيما بينها، فتتفاهم مع بعضها بعضا، وتستطيع الاتصال مع بعضها من مسافة 220 كيلو مترا. وعلى هذا يمكن اتصال دلفين في مضيق اسطنبول مع دلفين آخر في مضيق الدردنيل. والأمر الأهم والأهم، إذا علمنا أن هذا النظام يساعد البحث عن زوج، وكذلك نظام إنذار من الخطر إذا أحس الدلفين باقترابه.